باش نوصلوا لبلدية نظيفة وخالية من القمامة والأكياس البلاستيكية. لحظة، علاش خصوصا الأكياس البلاستيكية؟ ما نشوفش فيها مشكلة. انت تعرف ان الاكياس البلاستيك اللي تستعمل مرة واحدة ونحط فيها في الخبز السخونة تتفاعل وتسبب لنا في امراض خطيرة زي السرطان وغيرها من الامراض. وبعدين ما تنساش ان تراكمها في الشوارع يسبب في انسداد فتحة الصرف الصحي، ولما تصب المطر تتسكر الطرق نتيجة لتجمع المية، وان بعد ما تستعملها ما تتحللش لمئات السنين حتى لو دفنتها. وهل تعلم ان لها ضرر كبير على الكائنات الحية؟ تهدد في السلاحف ويموت بسببها مليون كائن بحري سنوياً، غير إن هي تكلف أموال، وإنتاج العالم منها عالي جداً، حوالي 5 مليون كيس في الدقيقة. وهل تعرف إن هالبدول حضرت استخدامها؟ باهي، كيف نطبقوا هذا الكلام في بلادنا؟ أول حاجة، قلل على قد ما تقدر من الأكياس من الدكان. تاني شيء، على خاطر صحتك أنت وأسرتك، يكون عندك كيسة خاصة للخبزة أو قفة جنينة. تالت شيء، استعمل الكيس أكثر من مرة وما تلوحاش. آخر شيء، انقل المعلومات هذه لغيرك باش يستفيدوا، لأن تغيير المجتمع يبدأ بينا كمواطنين.